والعبد كيف يرتع في مجالس الذكر؟ بثلاثة أشياء. الأولى تذلل. الأولى إيه؟ بالتذلل. ما احنا جايين من عالم أغيار. لما تحب تدخل على حد عظيم تقف على الباب إزاي؟ تبقى داخل الحضر عامل إزاي؟ أنت على لقاء مع العظيم، أنت على موعد مع الله، أنت على موعد ملائكي، أنت في سرادق يحضره الحق وتتجلى فيه أنوار الملائكة وتمر عليه نظرات الصالحين. أنت في مجمع، أنت في مجمع إذ لم يكن فيه محسن واحد فالله يقبل الجميع بمحض إحسانه. وهم ماشيين يقولوا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فكيف تحضر هذه المجالس؟ تدخلوا من باب الاعتصام وتجلس جاثيا على ركب الافتقار، ها، ولا تلتفت لا لأغيار ولا لأنوار. كيف نرتع؟ ها، نرتع ازاي فيها؟ ندخل من باب الايه؟ الذل والاعتذار. ما احنا غلطنا وجايين نخبط على الباب عشان نسمع الجواب، وانت طالع تاخد تأشيرة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتدخل من باب الاعتذار وتجلس على ركب الافتقار ولا تلتفت إلى أغيار ولا إلى إيه؟ ولا إلى أنوار. يتبقى سؤال واحد. قلت يا رسول الله إذا مررتم برياض الجنة فإيه؟ كل فريق بيقول رياض الجنة هي اللي عندنا إحنا. هي إيه بقى رياض الجنة يا رسول الله؟ قالها قولة صريحة. قال حلق الذكر. قال إيه؟ ناس يقولوا رياض الجنة اللي هي معرفش إيه، لا، إحنا الكلام واضح. وأظن سيدنا النبي ما كانش محتاج أبلغ من الكلمة دي، هو أبلغ البلغة. قال إيه؟ حلق الذكر. قسموها العلماء حلق الذكر، إما أنه ذكر تذكر الله به كهذا، أو ذكر تذكر به كهذا. يبقى جمع لنا ربنا بين الحضرة والمحاضرة في ساعة واحدة. أو ذكر تذكر به إن تحقق هذا. إن تحقق القبول في الاثنين تحول أنت بدل ما تكون قاعد ذاكر تحولت إلى إيه؟ إلى مذكور. فإما أن تذكر به كهذا، أو تذكر به كهذا، أو تذكر به إن قبل هذا وذاك. ادخلوا من باب الذل والاعتذار واجثوا على ركب الافتقار، وإياكم والتلفت إلى أغيار ولا أنوار. إن حصل لكم هذا كنتم في رياض الجنة، ولعل في الجنة تسمو الأحوال فترتفع البراقع عن وجه الجلالة. إن حصلت لكم هذه وكنتم حقيقة في روضة من رياض الجنة، لعل الجنة تسمو بمدح المصطفى إلى فردوس ترتفع فيه الأنوار على وجه الجلالة.